قال المصنف رحمه الله تعالى: حدثنا إبراهيم بن خالد، حدثنا رباح عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله ابن عتبة عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه قال: لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر، قال عمر بن الخطاب: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله ونفسه وحسابه على الله عز وجل. قال أبو بكر: لأقاتلن من فرق بين الصلاة والزكاة، إن الزكاة حق المال، والله لو منعوني عناقا كانوا يؤدونه أو يؤدونها إلى رسول الله لقاتلتهم عليه. قال عمر: والله ما هو إلا أن رأيت أن الله قد شرح صدر أبي بكر بالقتال فعرفت أنه الحق. هذه مسألة شرحناها كثيرا وفيها مسائل فقهية كثيرة نزيدها إيضاحا هذه المسائل المهمة، وهي فيها بأن عمر بن الخطاب رضي الله عنه أولا بأن الزلزال تمحص الناس والمواقف كواشف. لما مات النبي صلى الله عليه وسلم وكان الناس قد دخلوا في دين الله أفواجا ردوا ارتدوا عن دين الله أفواجا، زلزلة ورجفة ليكشف الله ما في بواطن الأمور. هناك من دخل في الصف وليس منهم، هناك من دخل في الزخم وفي الزحام وحسب عليهم، والله يغربل. فكانت الغربلة بموت النبي: وما محمد رسول قد خلت من قبل الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم، ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا. فهنا قال عمر: كفر وكفر من كفر من العرب. قال عمر بن الخطاب: يا أبا بكر، كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس. فيها مراجعة المفضول للفاضل: ما دمت على علم فواجب عليك أن تراجع يعني بعلمك، ما دمت على علم فواجب عليك أن تراجع بعلمك وتظهر ما عندك، ما دام الأمر في حدود الأدب والتبجيل والتوقير وعدم التعدي والتجاوز. قال هنا عمر: والإجماع على أن أبا بكر أفضل من عمر وأعلم من عمر. فقال له: كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله: أمرت أن أقاتل الناس. فقال: عندي علم، وأنا الآن بستدل. يابا أنت طلعت كده على طول، وأنا أستدل. كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عن القتال؟ قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقد قالوها. قال أبو بكر منظرا: لا أقاتلن من فرق من الصلاة والزكاة. نكمل حديث أبي بكر وعمر والفوائد الذي فيها، وهي فوائد كثيرة جدا. قال: تقاتل الناس وقد قالوا لا إله إلا الله. قلنا مراجعة المفضول الفاضل وقد انتهينا من هذه في هذا الباب. رضي الله عنك. المسألة الثالثة: العمل بظاهر الحديث، العمل بالظاهر حتى تأتي قرينة تحيل الظاهر. فهنا عمر بن الخطاب عمل بالظاهر، قال قد قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله وقد قالوها. لكن أبو بكر الصديق قال له: قد اتفقت الأمة على قتال من ترك الصلاة والزكاة كالصلاة، فقاس فعمل القياس. فهل القياس هنا مقابل النص؟ لا، القياس هنا معناها الحق معنى النص، لذلك جاء النص موافقا لقياس أبي بكر. حديث ابن عمر ده حسب حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أمرت أن أقاتل الناس حتى أشهدوا أن لا إله إلا الله أني رسول الله ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة، ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. فهنا والإقرار بالحق، شوف بقى الإنصاف، كل واحد منا ممكن يختلف مع الثاني، لو الحق مع غيري ما يبينش الحق معه، وده مش إنصاف ومش دين. شوف بقى عمر بن الخطاب هنا قال: والله ما رأيت إلا أن الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعلمت أنه الحق. فرجع للحق على طول، رجع ما في اسمها هو كده انتصر علي هو كده، لا رجع للحق، رجع الحق وقال الحق مع أبي بكر. ثم قال المصنف: حدثنا سفيان عن عمرو عن الزهري عن مالك بن أوس عن عمر قال: قال رسول الله: إن لا نورث ما تركنا صدقة. هنا الحديث عن عمر الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن لا نورث ما تركنا صدقة، إن لا نورث ما تركنا صلاة. هذا حديث كما قلنا أيضا قاله عمر بن الخطاب لأنه اختصم علي بن أبي طالب، اختصم علي بن أبي طالب وأيضا اختصم معه العباس من أجل إرث النبي صلى الله عليه وسلم، وليس إرث، ومعلم أنه ليس إرث، ولكن في الفيء، فيء النبي صلى الله عليه وسلم. فخمس النبي كيف يتصرفون فيه؟ فيتصرف فيه وصيه أو وكيله، فعمر أو الخليفة. عمر بن الخطاب كان يتصرف فيه كما يتصرف فيه أبو بكر رضي الله عنه. النبي كان له جزء بينفق به على 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 عائلته، على كل بيوتاته عاما، نفقة عام،
والباقي يجعله في الكراع والسلاح ومصالح المسلمين. فقال علي بن أبي طالب وقال للعباس افعلوا فيما كنت أفعل فيه وكان يفعل فيه أبو بكر وكما يفعل فيه النبي صلى الله عليه وسلم، إن عجزتما عن ذلك فاتركوه لي فاتركوه لي. لذلك قال صلى الله عليه وسلم يعني إن معشر الأنبياء لا نورث ما تركنا صدق. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم انت عمالة تكرري يا أنانيس الأخت فلانة محظورة الأخت فلانة، ارجع للمشرفين وما تكتبيش حاجة في العلن على ذلك، ما تكتبي هذه ايه علاقتها بالدرس يا أنانيس؟ ما علاقة الكلام اللي انت كتبتيه ده بالدرس؟ المسألة اللي انت بتتكلمي فيها دي علاقتها بالمشرفين، ارجع للمشرفين قولي لهم في أخت محظورة، لما محظورة، من الذي حضرها، من الذي حضرها، وأنت وهم. وبعد كده لو كان في شيء انت تريديه مني أيضا تقول لي في غير العام ما يتكتبش فيه غير العلم بس، العلم والسؤال فقط، لا نشغل الناس بمهاترات، نشغل الناس بما فيه علم وفيه أدب وفيه سماع للحديث وكيفية التعلم. أيتها الفاضلة المنشغلة بالعلم رضي الله عنك يا أنانيس، إذا أقول إخوتي الكرام، قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة. كان هذا الحديث عدة لأبي بكر في مراجعة فاطمة، لأن فاطمة رضي الله عنها راجعت أبا بكر وقالت له أرأيت مالك؟ نعم. إن مت من؟ نعم. أرأيت مالك؟ إن مت من؟ من يرثك؟ قال أولادي. رضي الله عنك، هذا 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 طبعا المنتظر منك من أدبك، وأنا أعلم ذلك أنك مؤدبة جدا مؤدبة رضي الله عنك الحمد لله. فأقول إخوتي الكرام أبو بكر قال لها أولادي يرثوني، قالت إذن النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث إلا أولاده، قال لها لا، إن النبي قال إن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة، ما تركناه صدقة. الفاضل مستنبطة المسند، جواز مراجعة المفضول الفاضل مع الأدب، شريطة الأدب. العلم قال الله قال رسوله، لأنه احتج عليه فقال له قال رسول الله أمرت أن أقاتل الناس حتى أقول لا إله إلا الله، لا علاقة للأنبياء بالدنيا، فلا إرث عنهم، فلا إرث عنهم. يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان يا طالب العلم قم لا تنم فإن الزمان انقضى وانصرم، فكن ما حييت ضنينا به فظنك بالوقت عين الكرم، وكن حلس درسك وافرح به تكن قائدا في غد للأمم، وبادر شبابك من قبل أن يقطع عزمك سيف الهرم، ودع ما استطعت فضول اختلاط وأكل ونوم وقول يذم، وصاحب نبيلا ولا تكثرن فكم مكثر يا أخي حرم، وحقق إذا رمت شيئا ولا تسمن بوهمك ذات الورم، رأيت العلوم وأصحابها لدى كل ذي فطرة تحترم، فإن رمت يا صاحبي رفعة بدنيا وأخرى فلذ بالقلم، وأخلص لربك واعمل بما علمت وإن تلقى فيه الألم، وصابر وثابر ولا تكسلا فإن الهموم بقدر الهمم.